هل سمعتم عن شيء يسمى هدية المصلي؟ نعم، وأنت تصلي لك هدية. هدية من من؟ هدية من الله عز وجل، هدية من مالك الملك، هدية من الذي أمرك بالصلاة وفرض عليك الصلاة. أتدري ما هي هذه الهدية؟ تأمل معي، فإنها كنز، كنز الكنوز، يغفل عنها الكثير حتى من بعض أهل العلم. نحن ونحن نصلي كل الأوراد والأذكار والأدعية الله عز وجل علمنا إياها بكيفية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الاستفتاح إلى التسليم، منذ دعاء الاستفتاح إلى أن يسلم الإنسان وهو يردد في صلاة أدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد فيها. رب اغفر لي ما بين الرفع من السجود، سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، وهكذا التحيات لله في آخر الصلاة، كلها جاءت مشروطة، إلا في آخر الصلاة، في آخر التحيات أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه من الله عز وجل هذه الهدية لكل مصلي. قال في آخر التحيات، في آخر الصلاة لما ينتهي الإنسان من التحيات كاملة، أعطاه أن يقول، قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وفي رواية: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. يعني أيها المصلي، يا عبد الله، يا أمة الله، اختر من الدعاء ما شاء، فإني لما جعلتك تردد الأدعية التي أردتها من أول الصلاة إلى تسليمها، فهنا قبل التسليم لك دعاء هدية، تختار ما تشاء، ما تشاء. هل أنت تعرف هذا؟ هل فعلا تعد لكل صلاة دعاء، تختار، تطلب طلب من الله، تسأل الله تعالى مسألة معينة تريدها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود والنسائي والحديث صحيح، سمع رجلا يقول بعد التشهد، لاحظ في هذا المكان، سمع رجلا يقول بعد التشهد: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لاحظ هذا الرجل العجيب، كيف استطاع أن يسأل هذه المسألة ويطلب هذه الهدية من الله عز وجل في هذا الموضع، موضع هدية المصلي. أن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل؟ قال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. وأنا أقول والله يا ما أسعد وأحظ هذا الرجل الذي سأل الله تعالى في هذا الموضع هذه الهدية، غفران الذنوب، فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم من حوله والأمة من بعد أن الله قد غفر لهذا الرجل. أرأيتم كيف إذا حاول الإنسان أن يتأمل الصلاة وأن يستفيد من هدية المصلي ليستثمرها فعلا في صلاته؟ يا الله، كم يغفل، كم نغفل كثيرا عن هذا الموضع المبارك، هذا الموضع الجميل في استثمار هدية المصلي. الهدية من الله، الهدية من الكريم سبحانه وتعالى، الهدية من ملك الملوك جل وعلا، ليست من أي إنسان، ليست من أي أمير، ليست من أي ملك.